مرحب بكم، مرحب بالجوم النهاردة. الحمد لله سلامة. عشان اللي ما كانوش موجودين امبارح، فبنبههم ان في على الجنب هنا معرض صغير لرسومات رسمها ناس من الفريق. اشجعك لو انت اول مرة تيجي او ما كنتش موجود امبارح انك تبص عليها، او هم عاملين كوبيز كده صغيرة لو انت تحب تقتني حاجة مش الأصلية المرسومة لكن الكوبيز، فموجود تقدر تعمل كده بعد الاجتماع. تقدر تبصوا الاجتماعات المؤتمرات الجاية، هنبقى بنعمل حاجة أوسع من كده. حبة تنبيهات: يوم رياضي للأطفال، يوم رياضي مش روحي. في اللي عنده أطفال عندنا يوم رياضي لهم، في الأغلب في رياضة روحية، في غدا للي يحب بعد كده، وخارج في ستاند كده في اكل، فاللي عايز يشتري اكل او سندوتشات او كده في ستاند. النقطه اللي وراها اشتراك اليوم، مش مكتوب ثمن، ففي اشتراك لليوم، مش عارف ايه ده، مش عارف قد ايه اشتراك اليوم، بس في اشتراك لليوم. تسالوا نعمه بقى او اللي انتوا جايين معاه. يا ريت ما بين الاجتماعين ما يبقاش في حجز اماكن بقدر الامكان، يعني ما تحطوش كراسي عشان ما بين الاجتماع. هنعمل اجتماعين النهارده فقط علشان نخلص في ميعاد بدري عشان اللي بيروحوا، فهنخلص بقدر الامكان بدري. بس دي كل التنبيهات في الاغلب. اهلا بيكم. الرب صالح جدا، مليان نعمه، مليان محبه، بيسكب روح بطريقة خاصة جدا. إيماني أنه اليوم النهاردة رب غير كل اللي كان في قلبي للنهاردة، علشان عشان هو عايز يعمل حاجة خاصة على مدار هذا اليوم. يعني قطع اليوم، أنا كنت كان جوايا حاجات مشيت بترتيب امبارح النهاردة بكرة، فالرب النهاردة الصبحية زي قال لي لا أنا عايز النهاردة كده لوحده. فالنهاردة زي ما كنا بنصلي يوم إطلاق وحرية، يوم تكليف وإرسالية لوحده كده على بعضه. الاجتماعين دول كده هو لوحديهم إطلاق حرية، تكليف وإرسالية، وده الجو أو ده الاتجاه اللي هنتحرك فيه في الاجتماعين. عشان كده مفيش بريك كبير في وسطيهم، هنبقى بنتحرك، او يعني هيبقى في بريك بس مش طويل قوي، لان الرب عايز يسكب. الزمن مهم قوي، مش هنضيع وقت في كلام روحي. الزمن مهم قوي، والرب بيسرع الاحداث، والرب وعايزك تتشجع وانت قاعد، وعايزك تسمع الرب لوحدك جواك وانت بتسمعني، لأنه عايز يكلمك ويكلمك مباشرة، لأنه بيسرع الشغل خالص. لوقت مثل هذا الرب بيعدك وبيعدنا وبيعمل حاجة في بلدنا متنوعة، مش بس في وسطينا، وإحنا في وحدة مع كل الحركة الروحية اللي ربنا بيعملها في بلدنا كلها. رب بيسرع عمله، بيسرع شغله، بيسرع صوته، بيسرع إطلاقه. يعني مش حكي تفاصيل تانية، بس عن انه في حاجه روحيه بتحصل عامه، وفي صوت، يعني في وحده من في الصوت النبوي، في اطلاق كلمه الرب، في لكن ببساطه في تسريع لعمل ربنا على حياتك وعلى حياتك. وربنا مش بيضيع الوقت، مش عايز يقول كلام كتير على الفاضي، كان عايز يكلمك مباشره انك لوقت مثل هذا موجود في زمن زي ده في بلد زي دي، مش عشان تبقى محصور في ظروفك. صدقني دي مش وعظة، صدقني الوعظة كنت هعملها دلوقتي مش بوعظ. ربنا بيأتي مباشرة كأني قاعد لوحدي مع حضرتك ومع حضرتك لوقت مثل هذا. انت موجود تقولي انا عندي كذا، ظروفي كذا، بيتي كذا، ضعفي كذا، خطيتي كذا، شغلي كذا، انت مش عارف اصل اهلي في البيت شكلهم ايه، اصل اصل اصل. ورب يقوم واخدك، يقوم قالب الصفحه، ولا تيجي نبتدي على صفحه بيضاء على بياض. انت الوقت مثل هذا موجود،
انت لزمن مثل هذا موجود، في حاجه، في قصد من الرب، انت اغلى في عيني الرب من انك تكون موجود عشان يضغط فيك او يتفعص فيك او تمر باحداث صعبه وتحس انك بتصارع مع الرب وبتصارع مع ابليس وبتصارع مع الاحداث وبتصارع مع الظروف وبتصارع مع الخوف. انت الوقت مثل هذا موجود مش علشان يضغط عليك، لكن عشان معدنك الحقيقي اللي هو يسوع، اللي هو الذهب بتاع يسوع اللي فيك يلمع في وقت مثل هذا. ده وقت لما عين الذهب فيكي بعض الوشوش، بعض الوشوش منكم مخلياني كاني عايز انزل واقول ليكي، مش عايز ابص عشان ما حدش يتكسف، ليكي ليك. ليه؟ لانه انا مش انت مش قاعد تسمع وعظه فتلبس بقى لبس الايه، اوكي انا بقى وعظه هروح في الفضاء شويه. لا، ده كلام ليك، عينيا في عينك، في عينيكي. ده لوقت مثل هذا انت موجود، كل احداثك وظروفك. امبارح كنا بنحكي عشان البعض ما كانش موجود، احد الحاجات الرب بيعملها في هذا الزمن بيغير شكلك وشكلنا، عنوانك وعنواننا. يعني ايه؟ يعني الشكل بتاعك بيغيروا، تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم عشان تعرفوا الدعوه والاراده والمشيئه وتختبروها. فربي يغير شكلك وبيغير عنوانك. يعني ايه عنوانك؟ يعني الحته اللي انت كنت واقف فيها لفترات طويله، والعدو كان عارف العنوان ده فبيجيلك عليه كل مره، هو عارف العنوان فبيعرف يجيلك. عنوان خوفك ايه؟ عنوان ضعفك ايه؟ عنوان خطيتك ايه؟ وهو عارف العنوان ده فبيجيلك فيه، وعارف صورتك لانه عارف شكلك. رب في الزمن ده بيغير عنوانك، فابليس يجي للعنوان ما يلاقيكش، يدور عليك بالصوره فيجد الصوره اتغيرت. امبارح كنت بحكي عن كده لفترة أطول، بس مش هضيع وقتي النهاردة في ده. بس مين فيكم يحب كده؟ مين فيكم يحب إنه إبليس ما يعرفش يلاقيني؟ مثالي جملة جميلة، إن إبليس ما يعرفش يلاقيك. هو عارف هو بيلاقيك فين، هو عارف هو بيروح لك فين، هو عارف بيجي لك في أي حتة ويشتغل فيها، فهو عارف العنوان وعارف الصورة، بس بيغير. تغيروا عن شكلكم نتغير إلى تلك الصورة، دعينا لكي نصير مشابهين صورة ابنه. فده زمن تغيير في الشكل وفي العنوان. تقولي أعمل إيه؟ يعني أعمل إيه؟ أقولك ببساطة، وقف قدام الرب في هذا اليوم وقول له يا رب أنا محتاج، أنا نفسي، أنا مشتاق، نفسي أخلع القشرة دي وألبس اسم جديد، شكل جديد، عنوان جديد جوايا. احد الحاجات ده كلام كتابي بالمناسبه، يعني مش كلام تاليفي او كلام فقط نبوي طاير في الهواء، لكن كلام كتابي. هو قال كده: من يغلب اعطيه حصاد بيضاء جديده مكتوب عليها اسم جديد. الحصاد البيضاء ده لها علاقه بالبر والانتصار. ففي الحصاد لها علاقه بالانتصار في كتاب مقدس. داود اخذ حصاه ملساء وام حطها في المقلاع، ارتزت في جبهه جولياط. حصى بيضاء لها علاقة بالبر، فهذه الحصى المنتصرة اللي بترتز في جولياط مليانة بر. بس في الحصى البيضاء دي في اسم جديد، في 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 شكل جديد، في جينات جديدة، في حاجة بتحصل في محضر الرب. وصلاتي أو ده الرب كان بيشغلني بيه النهاردة، إنه الواقفين قدامي أنا حاسكب فيهم إعداد خاص، إطلاق وحرية في الاجتماع الأول وتكليف وإرسالية في الاجتماع الثاني، هما الاثنين مربوطين ببعض من أجل إنه عايز يعمل شغل معاك. الحاجات اللي معطلاك، الحاجات اللي قعدت لفترات طويله بتدور انت في نفس الدايره، ما هو ده العنوان القديم اللي رب عايز يغيره لك، عايز يديك عنوان جديد. فبيحسم المعطلات، الاعاقات، الدورانات في نفس الحته، وبيغير عنوانك لحته مليانه انتصار. ابليس ما يعرفش يحصلك فيها، ما يعرفش يجيلك فيها، ما يعرفش العنوان الجديد، فيدور عليك في العنوان القديم ما يلاقكش، يدور عليك بالصوره القديمه ما يلاقكش، لانه في محضر الرب بيديك هذا الاسم وبيديك هذه الحصاه. فبيغير امور كثيره في حياتنا. ده وقت انا وانت بندرك ان الوقت مثل هذا، انت موجود لزمن مثل هذا في بلد مثل هذه، واقف قدام الرب مش عشان تضغط، مش علشان يحصل حاجات في حياتك واعاقات اخلعها انفضها النهارده ارميها. ليه؟ لان رب يقلب الصفحه، بيقول لك انا عايز احكي لك عن قصدي في حياتك،
مش قصدي انك تضغط، مش قصدي انك تكون مهزوم، مش قصدي انك تكون خايف ايه هيحصل وهيعمله، مش قصدي انك تكون عايش في الحته دي خالص. خليني احكي لك عن قصدي ليك. تعرف انك انت قسمه الرب، الرب قسمته هو شعبه. تعرف انك اسمه الرب؟ عارف يعني ايه اسمه الرب؟ يعني الرب لما بيدور على يعمل حاجه في الارض بيدور على اسمته، بيدور على حضرتك، بيدور على حضرتك، بيدور عليا. عارف يعني ايه؟ عارف يعني ايه انه الرب بيدور عليك لانك انت اسمته، انت الميراث بتاعه في الارض. انت تقول انا ميراثي هو الرب، والرب يقول لك وانت ميراثي برضه. يعني 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 وميراث الرب مش 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 القصد لي انه يبقى مضغوط محاصر بيدور باصص لتحت لظروفه وكل حاجه. رب مهتم بظروفك اكتر منك لان انت ميراثه. لو انت مستغرب الايه سفر تثنيه، انا حريص ما اوعظش فبتكلم كانك عارف الايات، لكن عشان ما حدش يقع مني، عدد 9 ان قسم الرب اسمه الرب. تثنيه 32 مش شاهده، تثنيه 32 عدد 9 ان قسم الرب هو شعبه، اسمه الرب شعبه. عارف المزمور اللي بيقول رب قسمتي وكأسي، رب قابض قرعتي وبأسي؟ فانت بتقول يا رب انت قسمتي، والرب يقول لك كده وانت اسمتي، ان قسمة الرب هو شعبه يعقوب حبل نصيبه. يعقوب ده اسم الشعب الضعيف مش الاسم القوي اسرائيل. يعني انت قسمة الرب. حين هفتح عدد 8، حين قسم العلي للامم، يعني لما الرب عمل أمم، حين فرق بني آدم نصب تخوما للشعوب حسب عدد بني إسرائيل. يعني حسب عدد ولاد الرب. محتاج تفهم الآية دي بلغة العهد الجديد. خليني أقرأ لك الآية دي بلغة العهد الجديد. لما الرب قسم الأمم فرق بني آدم نصب تخوم للشعوب، يعني عمل بلاد 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 وحط شعوب في هذه البلاد، بس حط حاجة في وسط هذه الشعوب اسمهم ايه؟ بني الرب، اللي هي هنا بني إسرائيل، عهد قديم عهد جديد ولاد الرب الكنيسة. حين قسم العلي الأمم، حين فرق بني آدم نصب تخوم لشعوب حسب عدد ولاد الرب. واحد انت دايما بتشجعني، انت مشجع ليا. محتاجين تسمعوها تاني. حين قسم العلي الامم، حين فرق بني ادم نصب تخوم لشعوب، حدود تخوم لبلاد، نصب تخوم لشعوب حسب عدد ولاد الرب. الآية دي محتاجة تطير دماغك، لأنه بيقول كده إن حسب عدد ولاد الرب، الرب قسم أمم. ليه؟ عشان يحط ولاد للرب في الأمم، علشان هو عايز نصيب في كل أمة. لأن الآية اللي وراها، لأن قسم الرب هو شعبه. الآية اللي وراها 8 و9 على الشاشة، لما الرب قسم الأمم فرق بني آدم نصب تخوم لشعوب حسب عدد أولاد الرب. ليه؟ لأن الرب عايز ميراث في كل أمة. فميراثه اللي في كل أمة، اللي هو اسمة الرب، ميراث الرب اللي موجود في كل أمة، بيقول لك كده أنت قسمتي، فأنت موجود لوقت مثل هذا. لما قسمت الأمم حطيتك علشان أنا عايز ميراث في كل أمة. فانت مش موجود عشان تضغط، انت مش موجود عشان تمر بظروف، انت موجود عشان تستقبل نعمه ومجد وتعرف ان في اطلاق لحياتك وحريه، وفي تكليف وارساليه لحياتك. حياتك ليها قيمه. اؤكد لك، انا مش
أنا ما كنتش عايز أقول الكلام ده النهاردة، أنا بقوله لأنه النهاردة بقى لوحده كده رسالة للموجودين النهاردة في الاجتماعين دول. في حاجة محددة، فالكلام محدد، أنا ببص لعينيك ولعينيكي، كلام محدد جداً. انت مش قصد الرب انك تعيش في الضغط في الاحداث، يقول بس ما هو ده اللي حاصل، يقول لك بس رب يقلب الصفحه، يقول لك انا مستعد اتعامل مع كل ده في لحظه كده. لكن انت محتاج تدرك، لان شكلك بيتغير لما تجدد ذهنك انت موجود ليه. شكلك بيتجدد، عنوانك بيتغير، ابليس ما بيلاقيكش في العنوان القديم. لما ذهنك يتجدد انت موجود ليه، او انت موجود ايه القصه كلها على بعضها. ولما انت ذهنك بيتجدد شكلك بيتغير، فكل حاجه ابليس ما بيعرفش الصوره اتغيرت والعنوان اتغير، ما بيعرفش يلاقيك، وانت بتتحرك في حته مختلفه خالص مليانه اطلاق وحريه. ايماني ضخم ان النهارده في حاجات كتيره بدون صراعات، بدون صراعات، لانك انت 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 اللي بتدرك ده بترميها ببساطه، مش لانك بتترمي خلاص ملهاش قوه. شمشون لما ربطوه بحبال ثلاثيه جديده اللي هي ما ينفعش تتقطع، بيقول لك كخيوط كتان محروقه، مجرد تتنسل. عارفين كلمه بتتنسل دي؟ يعني حاجه خيوط محروقه ما فيهاش حاجه، صارت كخيوط كتان محروقه، يعني فجاه اللي انت كنت متربط بيه كانه محروق مش موجود. ليه؟ لان ذهنك اتجدد ان الرب اسم، انت اسمة الرب. ولما عمل بني ادم فرقهم ونصب تخوب لشعوب، عملهم حسب عدد ولاد الرب لوقت مثل هذا. ففي اطلاق وحريه. طول الوقت بحاول اوقف نفسي اني اوعظ. سفر الاعمال، سفر الاعمال صح 12، ان في قصد من الرب على بطرس. بص، لو في قصد، لو انت مدرك، لو انت ذهنك مدرك ان في قصد من الرب على حياتك، لو ده بقى جواك مختوم في ذهنك، في نفسيتك، في حياتك اليوميه، مش في الوعظه، مش في النهارده، مش دلوقتي عشان في صوت ميكروفون بيقول لك كده، لكن حاجه بقت مختومه جواك، في قصد من الرب على حياتي، في قصد من الرب على حياتي. لو انت ده جواك، مستوى التدخلات السمائيه من اجل عدم تعطيلك بيبقى غير عادي، معجزي، مليان ايات وعجائب. تخيل معايا، وده اللي الرب عايز يعمله في الزمن ده لوقت مثل هذا، بيطلع ناس كلها مدركه ان في قصد من الرب على حياتها وعايشه ده الطبيعي، صحيانها، نومها، اكلها، بيتها، شبابها، ارتباطها، فلوسها، اي حاجه، هي مستقره في هذا الاستقرار. انا اسمي نادر وفي قصد من الرب على حياتي، مش في الاجتماعات، مش وانا بصلي، ومش وانا في حاله روحيه، لا، ده وانا باكل زبادي وانا بلعب مع عيالي. في انا اسمي نادر وفي قصد من الرب على حياتي، في حاجه حقيقيه. ولما بعيش بهذه الطريقه، تدخلات الرب اليوميه المعجزيه اللي مليانه ايات وعجائب بتبقى ده الطبيعي، اللي هي رب ينزل بالمظلات على اولاده. ليه؟ لانه هم ميراثه. اتخيل معايا شخص غني جدا، عنده حاجه غاليه جدا بس موجودة في مكان آخر، هو طول الوقت مهتم بيها، هو طول الوقت مهتم انها تكون في أمان، هو طول الوقت مهتم انها تكون محاطة ومحافظ عليها، بل بالعكس هو طول الوقت مهتم انها تكبر وتزداد. أبوك غني جدا، عنده حاجة غالية جدا موجودة في مكان تاني غير اللي هو فيه، وهو مهتم جدا بيها، مهتم جدا انه يحافظ عليها، ومهتم جدا انها تكبر. أرجو أنها تكون بتوصل.
وارجو انها تستقر جواك الاحساس ده انه مش متروك لي للاعياء وللهم وافكار وظروف واحداث مش متروك لكل ده، مش متروك لكل ده خالص. تفتكروا ليه المقطم هاديه النهارده؟ عشان انتوا موجودين هنا النهارده، دي حقيقه. مش بشجعكم على الفاضي. الطبيعي النهارده كان يحصل مشاكل في المقاطعه، ده الطبيعي. ليه تفتكروا ليه هاديه؟ احنا المفروض مكتب الارشاد يشكرنا. انا بتكلم بجد، ومش عشان حاجه، عشان انتوا هنا. حاضر. لو انت عايش في قصد الرب، في حاجه بتحصل على حياتك معجزيه ومحتاج تستقر، انا 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 مجرد بحاول اوصل لك بكل طريقه ازاي حضرتك مهم، حضرتك مهم. تقولي انا مش عايش كده، مش حاسس كده، ده مش الاختبار. يقول لك حلو قوي، جدد ذهنك. ما انت ما بتختبرش لانك بتعيش كابن قاصر. محتاج انك تدرك انك ابن وارث، ولو ادركت انك ابن وارث بتبتدي تختبر البركه اللي القاصر ما بيختبرهاش. انا دخلت كده على الوعظ، بس كاني محتاج اوعظك، لانه انت محتاج تدرك. أنا لان في ناس بتحب تشفق على نفسها، بس انا ما اختبرتش كده. حبيبي ارمي، حابب انك تعيش في نفس العنوان، حابب انك تحس نفس الاحاسيس اللي ابليس بيطولك فيها وبيجيب لك فيها كل مره؟ حابب كده؟ انت حابب كده؟ ايه رايك تسيب العنوان ده؟ محتاج تسيب العنوان ده، ده انت اللي متمسك بالعنوان ده اللي هو فيه شفقة على الناس. اصل انا ما بختبر، ما حصلش معايا، مش عارف ايه. حبيبي كفاية، سيب العنوان ده وادرك انك طول ما انت ابن قاصر ما بتختبرش المعروض ليك في نفس اللحظة. لو انت ابن مدرك انك وارث، شكلك بيتغير لما بتجدد ذهنك ان الرب قسم الشعوب على حسب ولاد الرب، عشان هو عنده ميراث في كل شعب، وعنده وهو اب غني جدا، وحاطط حاجه الغنيه بتاعته الغاليه بتاعته في حته تانية هو مهتم جدا بيها. اعمال 12 عدد 7 او عدد 6 كان هيرودس مزمعا ان يقدم بطرس في تلك الليله. كان بطرس في تلك الليلة نائما بين عسكريين مربوطا بسلسلتين قدام الرب قدام الباب، حراس يحرسون السجن. إذا بملاك الرب أقبل نور أضاء في البيت، ضرب جنب بطرس أيقظه قائلا قم عاجلا. سقطت السلسلتين من يديه، قال له الملاك تمنطق البس نعليك، فعل هكذا. قال له البس رداءك واتبعني. خرج يتبعه. خلي بالك من الحتة الجاية، بطرس ما كانش مستوعب اللي بيحصل، كان بيظن أنه رؤية، كان بيظن انه بيتخيل، كان بيظن انه بيحلم، فكان بيعمل موشنز او اكشنز او تصرفات، بس هو كانه شايف مشهد مش كانه عايش المشهد. دي حاله روحيه، انك كانك بتشوف حاجه بس اتاري انت بتشوفه بيتحول الى واقع في حياتك. بولس كان يظن انه نائم، بطرس كان يظن انه نائم. كان لا يعلم أن الذي جرى بواسطة الملاك هو حقيقي، بل يظن أنه ينظر رؤيا. ده على 9. جاز هما الاثنين، المحرس الأولاني والثاني. لما تدرس أو لما تقرأ عن السجون أيام كده، المحرس ده بيبقى باب حديد وعليه حراس، ومش مكتوب ان الباب اتفتح او ما اتفتحش. هم جازوا الباب الاولاني اللي مع حراس، جازوا الباب الثاني مع حراس، واتى الى باب الحديد الذي يؤدي الى المدينه. ده انفتح لهما من ذاته، فخرج وتقدم زقاقا واحدا، وللوقت فرقه الملاك. قال بطرس وهو قد رجع الى نفسه، الان علمت يقينا ان الرب ارسل ملاكه، انقذني من يد هيرودس ومن كل انتظار شعب اليهود. بصوا ببساطه، القصه مرتبطه بكل اللي انا قلته لك من شويه، فكل حاجه مربطاك لفترات طويله
بس في قصد من رب على حياتك زي بطرس. كل حاجة مربطاك، في السماء بتتدخل، خبط جنب بطرس، صحى من النوم، السلاسل تتفك ويقوم واخده. وبطرس متصور انه بيتخيل، متصور انه في رؤية روحية، في رؤية خيالية، وأتريها مش رؤية خيالية، أتري الصورة اللي بتترسم قدام بطرس دي حقيقة. عبر المحرس الأول والمحرس الثاني، ناس كتيرة بتقول إن بطرس كان شايف، واللي كان بيحصل له كان بيحصل له في الروح. ناس كتيرة بتقول، مش هنخش في الحتة دي، ما بحبش أكبر لك حاجات، أنا عايز أكبر لك اللي هو عايز يقوله. ببساطة ناس كتيرة بتقول إن هو بطرس عبر البيبان الأولانية دي في الروح مش في الجسد، عشان كده عبر المحرس الاول، مش مكتوب انه اتفتح الوحيد، الباب اللي اتفتح هو الباب الاخير اللي على الشارع. ففي حاجه بتحصل لكل ابنه وابن في مقاصد الرب، في حاجه بتحصل ان السماء بتتدخل، بتصحيك لانك نايم، وبتوقع السلاسل مع ايديك، وبتعبرك بطريقه روحيه معجزيه مش منطقيه، تتصور انها خياليه عشان في قصد من الرب على حياتك. انتوا هنا لسه، محتاج تنفض تماما، لان في قوه من الرب على حياتك من اجل القصد بتاع الرب. الشكل والعنوان اللي في نفسيتك وفي مشاعرك وفي شكلك، الرب يخلقه على حياتك. أرى لك ايات بنرنمها ومعروفه في رمية 8. النهارده يوم تنفض في عنوانك القديم، شكلك القديم، لأن النهاردة إطلاق وحرية، تكليف وإرسالية. أنت الوقت مثل هذا موجود في البلد دي، ومش بتكلم على البلد علشان هنصلي للبلد ومصر هي أمي، مش بتكلم على كده. أنا بتكلم على حاجة تانية، بتكلم على 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 قيمة حياتك، بتكلم على قصد الرب لكل لحظة ولكل خلية في حياتك، لأفكارك، لإيديك، لمحبتك، لصلواتك، لسجودك زي ما كنا بنعمل امبارح، لإيديك المرفوعة، والتأثير ده لأنك أنت اسمة الرب الغالية اللي حطها. ولما أقسم الشعوب أقسمها على عدد ولاد الرب، علشان الرب عنده اسم، قسمة وميراث في كل شعب وفي كل أمة. رومية 8 عدد 19، انتظار الخليقة. الخليقة منتظرة، انتظار الخليقة، يتوقع استعلان ولاد الرب، يتوقع يعني منتظر، بيترجى، منتظر، في حاجة مش حصلة، مستنيين ولاد الرب يستعلنوا. انتظار الخليقة منتظر بتوقع، عايز. بتقرا بعد كده ان الخليقة بتئن. عدد 22، نعلم ان كل الخليقة تئن وتتمخض معا الى الان. عدد 19، انتظار الخليقة، ده الخليقة بتئن منتظرة ايه؟ استعلان ولاد الله. ما هو لو انت مش مدرك انك ابن وارث، مش هتصدق الآية دي ببساطة، مش هتصدق ان الخليقة منتظرة حضرتك، مش هتصدق ان الاجواء اللي حواليك وكل حاجه حواليك منتظره حضرتك، منتظره ان ولاد الرب يبقوا ولاد الرب. انت ابن الرب بالفعل، انت بنت الرب، لانك قبلت الرب في حياتك، ولو دخل في قلبك، ولو ما حصلش كده لغايه دلوقتي، النهارده تعمل كده وبسرعه وبسلاسه وبسهوله، لانه بيحبك. بس ببساطه الخليقه منتظره ان ولاد الرب يبقوا ولاد الرب، يدركوا، ما بيبقوش قاصرين، ما بيبقوش بيتحركوا في نفس الحتة، لكن رب بيحسم بيحسم بيحسم، بيخبط في جنب بطرس، صح بطرس، ضربه في جنبه، اصحى حبيبي، اصحى حبيبي، السلاسل وقعت. وبيشوف حاجة متصور انها بيتخيلها، بس اتريها روحية حقيقية، الان علمت ان رب ارسل ملاكه لينقذني، انا كنت متخيل انه بيعمل كده. الخليقة بتئن، متوقعة أو منتظرة استعلان ولاد الرب، منتظر ولاد الرب يبقوا ولاد الرب.
عدد 21، الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية. النوع بتاع هذه الحرية هي نوع الحرية، خلي بالك بس احنا بنقرأ الآيات فحافظينها فبنرنمها فبتعدي علينا. الخليقة ستعتق من عبودية الفساد إلى نوع معين من الحرية. إيه نوع الحرية دي؟ النوع بتاع مجد أولاد ربنا. في نوع من الحرية اسمه، النوعية بتاعته اسمه مجد أولاد ربنا. والحرية الخليقة بتأن منتظرة استعلان مجد ولاد ربنا، لأن ده النوع اللي هي هتتحرر ليه. أشرح تاني، الخليقة هتهرب من عبودية الفساد إلى حرية. الخليقة، عارفين يعني إيه الخليقة؟ كل حاجة، كل حاجة حوالينا، كل حاجة، كل حاجة، الأجواء، كل حاجة، كل حاجة، الناس، الأشجار، كل حاجة، الكوزموس. الخليقة هتعتق من الفساد، الانهيار، الموت، الخليقة كلها إلى حرية. بس إيه نوع الحرية دي؟ ده قبل ما جاء يسوع إلى حرية. إيه نوع الحرية دي؟ نوعها مجد ولاد ربنا، الكواليتي بتاعها، علامة الجودة بتاعتها، مجد ولاد ربنا، مجد أولاد الله. عشان كده بيقولك جاء الوقت إن أولاد الله يبقوا أولاد الله، جاء الوقت إن أولاد الله يدركوا الميراث اللي على حياتهم، إن المعروض ليهم حاجة اسمها مجد ولاد ربنا، وبيقفوا في مجد ولاد ربنا، لأن كل حاجة حواليك منتظرة إن ولاد ربنا يدركوا مجد ولاد ربنا، لأن ده الستاندرد، ده الكواليتي، دي النوعية، ده العلامة المسجلة اللي هم هيتحركوا ليها. أنا فقدت نص القاعة، لأن نص القاعة مش مصدقني، بس أنا وراك وراك لغاية لما تصدقني. ما أنا أصف في عينيك واللي بيرجع أنا بسمعك حتى لو أنت مش فاتح بقك. طول ما أنا قاصر مش بأدرك إنه ميراث الرب هو مجال اهتمام الرب، ومجال اهتمام الرب رب يسكب لي كل كل كل، حتى لو ده مش اختبارك قبل كده، ما هو ده العنوان القديم اللي قلنا ننفضه لازم نغيره. كل اهتمام الرب بيسكبه بودائع بمجد. عشان كده نزل على بطرس بالملاك وقام صحيه، خبطه علشان يخرجوا بطريقه روحيه من محرس ومحرس لغايه بره. ليه؟ لانه القصه كده، انت مهم، انت، انا عايز اسكب عليك حريه اسمها مجد ولاد ربنا. كم واحد هنا يقول انه بطرس خرج من السجن بمجد؟ يكونش ده مجد ولاد ربنا؟ انا بحاول اجمع النص اللي ما كانش جايب معايا. يكونش ده مجد ولاد ربنا؟ والكش ده الكواليتي او النوعيه بتاعت الحريه، حريه ولاد ربنا اللي هي بمجد. ويكونش هو ده صوره، في صور كتير كتاب مقدس، صور حقيقيه لغايه النهارده فيها علاقه بمجد ولاد ربنا اللي هو بيطلق نوعيه حريه، والخليقه منتظره بتتوقع استعلان ولاد ربنا اللي بيختبروا هذا النوع من الحريه، عشان هي هتعتق من فسادها الى هذا النوع من حريه مجد اولاد الله. تقول يمكن ده لسه من في زمن جاي مش دلوقتي، اقول لك الاجيال اللي سبقتنا قالت كده. اوكي، بس هم دول اللي لفوا، مع احترامنا كل الاجيال السابقه لان هم اباء، هم دول لفوا كمان لفه في البريه، بس في جيل بيجي عند قادش برنيع ويقول نخش بقى المره دي.
وبصورة خاصة لما بيكون الوقت جه وكل حاجة حوالينا بتقول ان الوقت جه وما ينفعش نكمل في نفس العنوان بنفس النفسية بنفس طريقة التفكير، لان هنا بيطولنا ابليس كل مرة وبندور بندور 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 اللي بننام فيه بنصحى فيه زي ستي زي عمي زي خالي. مع احترامي لعمي وخالي وستي، في جاء الوقت ان في جيل يدرك. تقول لي يمكن مش هتحصل بالكامل كده، اقول لك حلو قوي لو مش هتحصل. عارف يقول لك الذين في ايه كده في عبرانيين الذين ذاقوا قوات ظهر اتي، في حاجه بتقول في كتاب مقدس ان اللي بيعطش لامور كتابيه حتى لو مش معادها ابوك السماوي بيسكبها على حياتك. الجيل اللي سابق قبلنا قال ما ينفعش، الكتاب المقدس بيقول ينفع. في شواهد كده، في شواهد كتيره قوي كده. العذراء مريم نمره واحد، المراه الفينيقيه نمره اتنين، داوود نمره ثلاثه. العذراء طلبت معجزه مش في ميعادها، يسوع قال لها مش وقته. المراه الفينيقيه طلبت معجزه مش في ميعادها، يسوع قال لها مش وقته. داود كان في العهد القديم طلب انه وجها لوجه قدام الرب بدون حواجز، وده مش وقته. والتلاتة اختبروا اللي هم طلبوه برغم انه ما كانش وقته. النص التاني جه ولا لسه؟ محتاج انك تدرك انه لما انت بتدرك ان ليك جزء من ميراثك نوع من انواع الحريه اسمه مجد اولاد الرب وبتعطش ليه، حتى لو ذهنك بيقول لك مش وقت وحتى لو قريت كتاب بيقول لك مش وقت، لكن بتعطش لحاجه اسمها مجد اولاد الرب. انت مش عطشان لحاجه ارضيه عالميه جسديه نفسانيه شيطانيه، انت عطشان لحاجه اسمها مجد اولاد الرب حريه، ولانك واقف عطشان لحاجه روحيه قبل السماوي بيسكب عليك حتى لو مقدار منها، والخليقه اللي حواليك بتتظبط لانها بترى وبتفرح لانها بترى فيك، حتى لو ظل من ظلال الحاجه اللي هي مشتاقه انه يحصل في حياتها انها تعتق من العبوديه لنوع الحريه اللي بيظهر على حياتك وعلى حياتك، بيغير وشك، بيغير ابتسامتك، بيغير نفسيتك، بيغير سلامك، بيغير عنوانك وشكلك وحريتك. جاء الوقت انك تصدق انه ابوك السماوي نزل لبطرس مخصوص، لان بطرس مهم جدا عليه. اما صحي من النوم معبره باختبار روحي، محرس اول محرس تاني، معبره باختبار حقيقي الباب الاخير اللي بيتفتح عشان بطرس مهم جدا. بس الكتاب المقدس بيقول لك مش بطرس مهم جدا، كل اولاد الرب المدركين اللي في قصد من الرب على حياتكم، لان قسم الرب هو شعبه. لما قسم الامم والشعوب وحط تخوم قسموا على حسب عدد اولاد شعبه. عشان كده بيقول لك احنا كمان بناءً ليه؟ بناءً بمعنى ايه؟ بناءً دي اصل كلمة ناءً بالعربي دي مش دي اللي بيقولها. بناءً ده بمعنى حاجة بتزوم، حاجة بتزق لقدام، حاجة بتعمل بوش، بتزق. حاجة بتزق، حاجة روحية بتزق لقدام، في حاجة رافضة البقاء الوضع كما هو عليه. أنا في نفس العنوان اللي عشت فيه اللي اتولدت فيه بموت فيه، هو 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 هو. في حاجة بتأن من أجل شكل، من أجل عنوان، من أجل ميلاد، من أجل في بوش كده، في زق. يقول لك احنا نفسنا كمان بنقن، مش الخليقه بتقن بتزق، عايزه المجد، النوع المجد بتاع اولاد ربنا ده اللي هو الحريه بتاع هذا النوع يحصل فيها. بس اولاد ربنا كمان بيقنوا عشان ده يحصل فيهم، لان الخليقه منتظراهم. الايه 23، نحن انفسنا ايضا نئن في انفسنا متوقعين التبني. طبعا الايه دي بتلخبط دماغ اللي بيفسره، يعني ايه متوقعين التبني؟ احنا مش تم تبنينا؟ مش انا ابن، مش انت ابنه؟ مش نلنا ده ماضي روح التبني؟ امال ايه متوقعين التبني دي؟
يقول لك اه متوقعين البنوة الورثة، متوقعين مجد اولاد ربنا اللي بينسكب على حياتهم، لان ده النوع الخليقة منتظرة. بص، ايه صلاحيات ارساليتك؟ ايه صلاحيتك انك تقول انا مرسل، انا في قصد من الرب على حياتي؟ عارف ايه الصلاحيه؟ انك بتئن من اجل مجد ولاد ربنا. خلي بالك، بتئن دي يعني بتزق لقدام، روحك غضبانه، روحك ملتحمه، الاسد اللي فيك بيزقر من اجل مجد ولاد ربنا، والنوع ده يبقى في حياتك. ولو عملت ده في الاجتماع الاولاني، انت في الاجتماع الثاني الارساليه، التكليف والارساليه على حياتك حقيقي. ما كنتش حصلي النهارده، بس انا حصلي في اخر الاجتماع الثاني، لاني مدرك ان كل واحد هيتحرك من اجل النوع الحريه اللي اسمه مجد ولاد ربنا، وهيتحرك في الاجتماع الثاني للتكليف والارساليه، هنصلي معاه، لان شكل النهارده كله اتغير. ففي حاجه محتاج تدركها كده، انه 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 ان ال 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 الصلاحيه بتاعتك مش انك عارف دعوتك، انا عارف انا هعمل ايه، لا مش دي الصلاحيه. تقول لي ما انا مش عارف ايه رسالتي، وانا مش عارف اصلا هعمل ايه. مش مهم اصلا تعرف هتعمل ايه. تقول مش مهم اعرف اعمل ايه، مش مهم تعرف تعمل ايه، اصلا عندي خطايا قديمه ومش عارف ايه. ده العنوان القديم، من فضلك بقى اطلع من نفوخي. ومش لانه ظروف البيت مساعده، مش لان اي حاجه، مفيش صلاحيه لاطلاق للتكليف والارساليه على حياتك غير ما تطلعليش اعذار. فاكرين اللي كانوا يجوا ليسوع، يسوع يقول لهم ها امشي وراي، يقول له بس ابويا مش عارف ايه عنده، مش عارف ايه في ايه. ما تطلعش اعذار. جاء الوقت انك تدرك ان مفيش اي حاجه تخليك مؤهل للاطلاق وللارساليه. مش انك عارف دعوتك ايه، مش انك ما عندكش ولا خطيه، مش انه ظروفك كلها مهيئه. مفيش اي صلاحيه ليك غير انك انت جواك عطش، مش عايز الوضع يفضل كما هو، وجواك زئير، جواك من اجل مجد ولاد ربنا، ان ده الستاندرد، ده النوعيه بتاعت حياتك، والخليقه منتظر النوعيه دي. ولو انت بتعمل كده خلاص انتهى الموضوع، انت جاهز. حزقيال 9. عدد 3. مجد إله إسرائيل. مجد إله إسرائيل. صعد عن الكروب الذي كان عليه إلى عتبة الباب. حزقيال 9 عدد 3. مجد إله إسرائيل صعد عن الكروب الذي كان عليه إلى عتبة الباب، فدعا الرجل اللابس الكتان الذي ذوات الكاتب على جانبه، قال له الرب. ده الرجل لابس كتان، ده مش الرب، مش موضوعنا دلوقتي، لأنه في ملائكة روحية وفي رجال روحيين. أوكي. قال له الرب أعبر في وسط المدينة في وسط أورشليم، وسمي سمة على جباه الرجال الذين يئنون ويتنحدون على كل الرجسات المصنوعة في وسطه. بس أنا بأخذ المعنى، معظمكم سمعني بقول الآية دي، بصلي الآية دي كتير لأن بحب هذه الآية. تعليقا على الرجل لابس كتان، في إظهارات كتيرة في كتاب مقدس لملائكة، وتبقى عارف إنهم ملائكة، بس في إظهارات كتيرة لأشخاص، وتبقى عارف دول مش ملائكة لأنهم كانوا بيأكلوا كمثال
أكلوا مع إبراهيم، فده ما كانوش ملايكة، الملايك مش هياكلوا. لما جدعون قدم ذبيحة للملاك، الملاك ما كلهاش، نزلت نار. لكن لما في بعض أحيان قدمت حاجات لأشخاص روحيين مش أرضيين سمائيين وأكلوا، بس ده مش موضوع. قال لهذا الرجل، أوكي مش ما انساها امسحها. قال هذا الرجل سمي سما على جباه الرجال اللي احنا بنحكي عليهم دول، اللي بيئنون هم هنا من اجل الخطايا، بمعنى ايه؟ بيئنون علشان استعلان مجد ولاد ربنا، بيئنوا من عدم بقاء الوضع كما هو عليه، جواهم حاجه. فرب يعلم عليك، هو ده المعنى عايز اقوله، الرب بيعلم على جبهتك. لو انت النهارده بتقول انا مش عايز افضل في نفس الحته، انا عايز مجد، حاجه اسمها مجد ولاد ربنا، فانا واقف مفيش اي صلاحيه في حياتي غير اني رافض بقاء الوضع كما هو عليه، انا عارف ان في قصد من الرب، فانا واقف قدام الرب، ده اتاري ده القصد، هو ده قسمه الرب، هو شعبه، فانا بنفض العنوان القديم، بقول له ها انا بخرج من تحت ظل كده قديم مضلل عليا كابن وكابنة للرب، وبخرج لحته كده منوره، بقولك اهو انا هو، ولاني انا هو بقولك انا عايز حاجه مختلفه، عايز عنوان شكل، عايز نفسيه، عايز ادراك للميراث، مش عايز اكون ابن قاصر، عايز اكون ابن وارث للنوعيه اللي الخليقه منتظر انها تستعلن فيا، اللي البيتي، الظروفي، احداثي، شغلي، حياتي، الناس المحيطه بيا، المحافظه اللي انا جاي منها منتظره. ان ما هو لما قسم بلاد قسم محافظات، ولما قسم محافظات حط فيها اولاد للرب عشان هو عايز اولاد الرب يكون ليه ميراث ليه في كل محافظه. ولما بيستعلن مجد الرب فيك في المحافظه، المحافظه منتظره استعلان هذا المجد اللي على حياتك. تقول لي ازاي انا مش فاهم اعمل ايه بالظبط؟ اقول لك كفايه من فضلك بطل اعمل ايه بالظبط دي. ابراهيم لما خرج والرب كان عارف هيعمل ايه بالظبط، بس تتبع الرب يوم ورا يوم ببساطه، احنا بقى بنحكي عليها، تتبع حكي عليها، بس بطل عقليه ها اعمل ايه بقى بالظبط. اخرج من الظل اللي مضلل على حياتك، اللي مطلع اعذار ورا اعذار ورا اعذار، وقف قدام النور وقول له انا هبطل العنوان القديم والنفسيه القديمه، انا مش عايز ابقى ابن قاصر، انا بان من اجل تغير الاحداث، انا عايز مجد ولاد ربنا يبقى الستاندرد بتاعي، فانا بخرج للحته دي عشان انت بتعمل فيا حاجه مليانه مجد، لان هقول لك تفاصيل محدده دلوقتي بتوقف فيها قدام الرب، انك بتان ورب يقوم عامل علامه، يوم عامل علامة على جبهتك، ده اللي هعلم عليه لأنه عايز مجد ولاد ربنا، فأنا هعلم عليه عشان هو السماء هتستهدفه بحرية مجد ولاد ربنا، أنا عايز الخليقة اللي أنا خلقتها، الرب بيقول الخليقة اللي أنا خلقتها اللي هرايحة إلى فساد بتتغير أو بتئن منتظرة أني أحط الوديعة دي في ابني وفي بنتي، لأن حطيت العلامة عليه عشان الستاندر بتاع الحرية في حياته يبقى حرية مجد ولاد ربنا. كانت جملة طويلة قوي مش كده؟ أنا حسيت أنها طويلة قوي. الرب بيعلم علامة عشان ينشن عليك ببساطة، جملة قصيرة، الرب بيعلم علامة عشان ينشن عليك، عشان نشان يبقى مظبوط، فحط السما على جباه الناس اللي بتئن، الخليقة كلها بتئن، واحنا رومية 8 واحنا بنئن منتظرين ايه؟ ان مجد ولاد ربنا يستعلن علينا، لان ده الستاندرد، ده ميراثنا، احنا اسمة الرب، فمقسومين لمجد ولاد ربنا، والمجد ولاد ربنا ده له نوع من انواع الحرية احنا بنختبرها، نوع الحرية ده اللي هو الستاندرد بتاعه، المستوى بتاعه، مجد ولاد ربنا، الخليقة كلها منتظرة انه يستعلن، لان هي رايحة الى فساد وهي عايزة تشوف ده، فالخليقة منتظرة ولاد ربنا يستعلنه. فرب يقول معلم عليك علامة عشان ينشن عليك. مين حد يحب ربنا ينشن عليه؟ نص جه، احمدك يا رب. مرقس، انجيل مرقس،
مرقس 7، مرقس صح 7. خرج أيضا عدد 31 من تخوم سور وصيدا، جاء إلى بحر الجليل في وسط حدود المدن العشرة. جاءوا إليه بأصم أعقد، طلبوا إليه أن يضع يده عليه. جاءوا إليه بأصم أعقد، يعني ده دي حاجة طبية معروفة، إنه شخص ما بيعرفش يتكلم، شخص ما بيسمعش، ومعروف مش مذكورة هنا إنه كمان بيبقى ما بيشوفش، لأن هذه القصة مذكورة في إنجيل متى إنه عنده التلاتة مش بس اتنين، بس مش برضو مش مهم، مش موضوع. هنا ببساطة ما بيسمعش، ما بيتكلمش. طلبوا إليه أن يضع يده عليه، فأخذه من بين الجمع على ناحية. ليه؟ لأنه هم ما كانوش مليين إيمان، دول سور وصيدا حدود المدن العشرة، دول الحتة اللي فيها الناس مش مؤمنين قوي. هم جابوه عشان يجربوه، عشان يقولوا الراجل ده معضلة، ما بيسمعش وما بيتكلمش، هتعامل معاه ازاي؟ فخذه من بين الجمع على ناحية، وضع أصابعه في أذنيه وتفل ولمس لسانه. ده رب يسوع. رفع نظره نحو السماء وأنا. برضو معظمكم سمعني، بس دي قصة من دي من القصة اللي وأنا مش معنى أن يسوع تألم، أنا بمعنى زي ما بنقول زق. رب يسوع نفسه زق حاجة روحية. رفع نظره نحو السماء وأنزق. ولما تقراها في الأصل، برضو كل مرة بقولها، بس لما تقراها في الأصل هو فضل مكتوب هنا في العربي وقال له، بس لما تقراها في الأصل هي مش له، هو وصفه. وقال افتح أي انفتح. بخلي بالك ربي زق أن. رفع نظره نحو السماء وأن وقال افتح أي انفتح. الوقت انفتحت أذناه، انحل رباط لسانه وتكلم مستقيما. بهتوا إلى الغاية على 37 قائلين إنه عمل كل شيء حسنا. كده إيه بقى؟ كم حد بيئن؟ خليقة بتئن، ولاد رب بتئن، الرجال بتئن، يسوع نفسه. بس خلي بالك، أن ده بذكرك، ده مش ألم، ده مش أنين. أن ده بوش، أن ده عدم بقاء الواضح، وأن جديد، حاجة مختلفة. ثلاث حاجات وقت. دي كانت المقدمة. لا، ثلاث حاجات صغيرين وقت. مش هفتحهم كتاب مقدس إلى آخر واحد. ثلاث حاجات صغيرين عملي. أول حاجة داود. ببساطة داود كان عطشان جدا، كان بيئن من أجل أن يقف مباشرة قدام حضور ربنا، فأخذ حاجة ما ينفعش تحصل في العهد القديم، أنه يعمل خيمة داود اللي فيها هو قدام تابوت العهد مباشرة، والشكينة قدامه مباشرة. ما ينفعش، ولا موسى خيمة موسى كانت كده، ولا هيكل سليمان كان كده، اللي قبليه ما كانوش كده، واللي بعديه ما كانوش كده. داود في الوسط كان كده. ليه؟ لأنه طلب حاجة مش في معادها، بس طلبها لأنه عارف أنها موجودة في الرب فدهاله. ولأن أنا بتكلم دلوقتي على الواقفين قدام الرب، في آية مشهورة جدا زكريا 3، أعطيك مسالك. أنا بختصر بقى عشانكم، بس أنا نفسي أفتح الآيات. زكريا 3 قال أنا أعطيك مسالك من الواقفين أمامي. الرب قال كده ليهوشع الكاهن، أعطيك مسالك من الواقفين أمامي. لما بتكلم عليه عملي، هو مجد ولاد ربنا مرتبط بالوقوف قدام الرب، ومرتبط بوقوفك كل مرة، بس النهاردة بصورة خاصة أو في الاجتماع بصورة خاصة، إن النهاردة ربنا عايز يعمل حاجة خلال الاجتماعين. لو أنت متعود يوم الجمعة تحت الاجتماع الأولاني والتاني مش مهم، لا، النهاردة ما ينفعش. فببساطة في حاجة اللي أنا بطلبه منك عملي، إنك بتخرج برا الظل، ظل معين، وتطلع تقف قدام الرب في النور. ببساطة بتسيب عنوانك القديم، النفسية القديمة، وبتقف قدام نور، علشان في حاجات محددة تحصل في حياتك تحت عنوان اسمها مجد ولاد ربنا. مجدك انت، مجدك انت، مجد ولاد ربنا. المجد ربنا بيسكبه على ولاده اللي مليان حرية.
أول واحد داود. داود كان بيحب قوي حضور ربنا، فبيخرج بره الظل القديم عشان يقف قدام حضور ربنا. أنا بحبك يا رب، أنا بخرج من ورا الظل القديم بقف قدامك. أوكي؟ إيه نتائج الوقفة دي؟ أول حاجة، داود غلط كتير، غلط كتير، ربنا غطى على كل غلطاته عشان بيعمل الوقفة دي. يس. فتقولي عندي غلطات، عندي غلطات ما ينفعش تكليفه إرسالية. أقولك حلو قوي، فاكر داود؟ داود وقف قدام ربنا وأند من أجل مجد ولاد ربنا، مجد ولاد ربنا. فضعفات داود تم تغطيتها. هتفهم حاجة؟ الحاجة التانية اللي حصل مع داود، ربنا بنى له مملكة، عمل له مملكة. فلما بتخرج تقف قدام الرب لرافض بقاء الوضع كما هو عليه، بتأن من أجل استعلان مجد ربنا، بيحصل نمرة واحد، ضعفاتك بيتم التعامل معها. نمرة اتنين، ان الرب يقوم مزبط لك حياتك لسلطان المملكة، لسلطان ملكوت الرب على حياتك. دي تختبر ملكوت الرب بيشتغل في حياتك في كل حاجة. أول شخصية داود، بيخرج يقف قدام الرب يئن من أجل مجد ولاد ربنا، فضعفاته بيتم التعامل معاها، حياته بتختبر ملكوت مختلف. تاني شخص، شفتوا الوعظة الصغيرة ازاي؟ تاني شخص إيليا. كلكم عارفين إيليا، كان الجملة المشهورة بتاعته ايه؟ حين هو الرب اللي أنا ايه؟ واقف قدامه. حلو قوي، داود كان واقف قدام الرب، قدام حضور الرب مباشره، فكان ضعفاته بيتم التعامل معاها، ملكوت الرب بيلمس كل حاجه في حياته. تاني واحد، ايليا كان واقف قدام الرب، اختبر ايه؟ اختبر انه الاحتياجات اليوميه، كل حاجه لا تهتم بشيء، ده كوز الزيت، وكيله الدقيق، في حاجه بتحصل، انه نجاحك، دراستك، افكارك، ولادك، بيتك، فلوسك، ماهيتك، كل الحاجات، الغراب هيجيب لك اكل. لو انت وقفت بس مجرد انك بترفض الوضع كما هو عليه، كان في انبياء ثانيه في هذا الزمن بس مستسلمين للوضع، كانوا عايشين في مغاره بياكلوا ماء وخبز فقط لا غير. كان في عبيد، النبي ما بيعملش حاجه، قاعد في قصر خاب الملك ما بيعملش ولا حاجه، بس في واحد ان فتحط عليه علامه، ولان حط عليه علامه اتنشن عليه عشان مجد ربنا ينزل عليه، اسمه ايليا، واقف قدام الرب. ولان واقف قدام الرب، الحياه اليوميه، دراسه، مذاكره، النجاح، الامور تم التعامل معاها تمام، ما تقلقش ايليا، ده انا اللي قلت مجاعه، يعني انا هجوع؟ نو. حد فاهم حاجه؟ هو تنبأ مجاعه، بعد ما خلص التنبؤ يقول ايه؟ طب انا هاكل ايه؟ مش هو اللي قال من فمك ادينك يعني؟ قال له بص حبيبي ما تقلقش، انت في حته ثانيه خالص، انت عارف هوكلك من فين؟ انا هوكلك من ارمله ما عندهاش اكل. ليه؟ القصه كلها انه في واحد ان خرج من حته، وقف في حته مختلفه خالص، حال هو رب انا واقف قدامه وانا بان، فرب يقوم معلم علامه. ليه؟ ده طلب ان السماء تتفتح، ده طلب 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 ملكوت الرب يحصل في حياته. فوقف قدام الرب، رب عم معلم علامه، كل امور اليوميه تم التعامل معها. ونمره اثنين، اختبر ايات وحدائق، نار بتنزل، امطار بتنزل. هنبقى بنحكي اكتر في الاجتماع اللي جاي عن اللي هيحصل معاك لو انت اتحركت في تكليف وارساليه. أول واحد داود وقف قدام الرب، ضعفاته تم التعامل معها، ملكوت الرب لمس أموره. نمرة اتنين، إيليا وقف قدام الرب، اختبر تسديد الحياة اليومية من نجاح، من ظروف، من أمور، من حياة. ونمرة اتنين، اختبر آيات وعجائب. آخر واحد إبراهيم، وده اللي هنفتحه، تكوين 18 ونصلي. تكوين 18، عدد 22. انصرف الرجال من هناك، بالمناسبة دول الرجال اللي أكلوا. انصرف الرجال من هناك وذهبوا نحو سدوم، أما إبراهيم فكان لم يزل قائما أمام الرب. حلو قوي، إبراهيم واقف قدام الرب. خلي بالك، قارن آية 22 مع آية 16. آية 16، قام الرجال من هناك تطلعوا نحو سدوم، كان إبراهيم ماشيا معهم عشان إيه؟ باي باي. ففي آية 16 بيقول باي باي، في آية 22 واقف قدام الرب. ليه؟ في وسطيهم ربنا قال هل أخفي أنا على إبراهيم ما أنا فاعله؟ أنا هو كلكم عارفين وسمعتوا الحتة دي قبل كده، بس هقولها. هو كان جاي عامل زيارة لإبراهيم وسارة عشان يقول له في مثل هذا الزمان يكون لك ابن.
بس القصة أكبر من كده، القصة أكبر من رب يسدد احتياجك، القصة أنت أهم جدا عند الرب من فقط تسديد احتياجاتك، إنه يكون لسارة ابن، ده حاجة بسيطة قوي وتحصل. الكابل اللي قولي امبارح موجودين النهاردة؟ جالهم ابن بعد صلاة، كانوا موجودين امبارح. فإن سارة يكون ليها ابن، ده حاجة بسيطة جدا، حاجة بسيطة جدا، بس القصة إن في حاجة أغلى جدا 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 من إن سارة يكون ليها ابن. طبعا حاجة غالية إن سارة يكون ليها ابن، لأن ده من خلال هذا النسل ولاد الرب، بس في حاجة غالية كمان، قصد الرب على إبراهيم. هل أخفي أنا على إبراهيم ما أنا فعله؟ قالوا اطلع يا إبراهيم وقف قدامي، أنا هعمل كده في سدوم وعمورة. فأم تقدم، تقرأ كده عدد 23، فتقدم إبراهيم، يعني أم طلع. أنا طول الوقت عايش عادي عادي عادي، كافي خيري شري، أنا ومراتي عايشين أو ماشيين وراك، بنحبك ولاد ربنا، بس تحت ظل. فتقدم إبراهيم لأن قالوا تهلك البار مع الأسيم. إبراهيم أم خرج من الحتة العادية لمجد ولاد ربنا. هنا مجد ولاد ربنا، إن إبراهيم يقف قدام الرب من أجل سدوم وعمورة، ده مجد ولاد ربنا. مش ان ساره تجيب ابن بس، رب مهتم ان ساره تجيب ابن، بس انه كمان يقف ويخرج من تحت الظل للنور ويئن قدام الرب، بمعنى انه يزق قدام الرب. طب لو 30، طب لو 20، طب لو 10، ده بيزق، ده بيئن. طب لو 10 قدام، هنا مجد ولاد ربنا والخليقه منتظره استعلان واحد كده، مش كده يعني مجرد واقف قدام من اجل مش عارف. ببساطه بيرفض انه انا ماشي وراء الرب وانا عايز تغير في الاحداث، وانا مدرك ان في قصد من الرب على حياتي، فانا بقف لحاجات عمري ما وقفت من اجلها. ايه اللي يخلي ابراهيم يقف قدام لسدوم وعموره؟ عمره ما وقف من اجلها. لما بتدرك مجد ولاد ربنا وتدرك القصد بتاع الرب على حياتك، هتبتدي تقف لحاجات عمرك ما وقفت من اجلها. ورب يقول لك اخيرا صحيت، انا بعدت معاك عشان اخبطك في جنبك، بقول لك صح صح، عشان تقف من حاجات عمرك ما وقفت من اجلها عشان يحصل فيها مجد. ولان ابراهيم وقف قدام الرب، الدعوه والقصد بقى اب. كلمه اب لا تعني ذكر وانثى، حتى الانثى في الروح القدس بتدعى اب. الرب اسمه اب، هو مش ذكر وانثى. يعني ايه؟ يعني بيطلق مستوى الحضور، الدعوه اللي بيمثمر، اللي فيه اثمار على حياتك، على دعوتك، على معنى وقيمه ايامك. فابراهيم يتحول، ابرام اللي هو ما بيخلفش بيبقى اب. في نفس اللحظه اللي حصلت زياره من اجل ان ساره تجيب ابن، يعني ابراهيم يبقى اب، هي اللحظه اللي فيها ابراهيم خرج عشان يصلي من حاجات ما كانش عمره بيصلي من اجلها. الجمله كانت طويله بس محتاج تفهمها. اللحظه اللي فيها او الزياره اللي فيها ابراهيم بقى اب، هي الزياره اللي فيها ابراهيم صلى من اجل حاجات عمره ما صلى من اجلها. نورت؟ لا، الجزء اللي وراني مش منوره لسه. الزياره بتاعت ربنا اللي فيها انت بتتحول الى دعوتك واسمارك بيحصل، هي الزياره اللي انت فيها بتدرك انك موجود هنا عشان تصلي الحاجات عمرك ما صليت ليها من قبل كده، بتقف فيها بحاجه اسمها مجد ولاد ربنا، ان الخليقه منتظره الحاجه دي لان واقف تحتيها في النور. تقدم ابراهيم قدام الرب وابتدى يئن من اجل حاجه. امين. تعالوا نغمض عينينا ونصلي.